البلوت بارك الله فيك، لو سألت الذين يلعبون البلوت ماذا يكون الوقت في حقهم لقالوا إنه يذهب بسرعة وإننا نقضي الساعات الطويلة وهم مكبون عليه، وهذا ضياع للوقت. والوقت في الحقيقة أغلى من الأموال. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما قال لعلي أكمل لاعب. وهي أيضا ليس فيها يعني مصلحة للإنسان، لا في جسمه ولا في تفكيره وعقله، إنما هي ضياع وقت محض. وإذا كان لعبها ضياع وقت فلا ينبغي للعاقل أن يمضي وقته بلا فائدة. نعم.